هو انت بتعملي ايه دلوقتي؟ ها؟ بسلة. بتعملي ايه؟ بتفصصي بسلة؟ خير. هو انت عايزة ايه طب لما تكبري تعملي؟ انت مين اللي هيعمل لنا الأكل؟ سنة. مين اللي هيعمل لنا الأكل؟ أنا. هتعملي ايه؟ نعمل سنة. وايه تاني؟ مشوي. مشوي؟ وايه تاني؟ وبابا نسيق. وتسيقي؟ انت هتبقي ايه بقى لما تكبري؟ أم ام؟ انت عايزه تبقي ام؟ مستعجله يعني تبقي ام؟ عشان نبقى كبير. تبقي كبيره؟ ومن انت اللي هتعملي لنا الاكل؟ هتعملي لنا ايه وايه وايه؟ هتعملي ايه وايه؟ سمك ايه؟ مقلي؟ وسمك ايه تاني؟ ماشي. والبسله دي تعملها بايه؟ تحط عليها ايه؟ جزر؟ ونشتروا ايه تاني من عند الراجل عشان نحطها عليها؟ نشتروا لا نشتروا لحمة؟ انت بتحبي اللحمة؟ لا والله. خلاص ماشي. وتعملي ايه تاني في البيت؟ تساعد ماما؟ هتساعديها؟ تساعديها في ايه؟ وايه تاني؟ بسلة. وايه تاني؟ وايه تاني؟ متعرفيش انت. هي ما تعرفش صح، انت اللي تعرفي. وهتروحي هنجيب لك الشنطة وكراسة. عايزة تروحي المدرسة. هتروحي الحضانة والمدرسة الحضانة والأزهر. الأزهر؟ أنت عايزة تخشي أزهر وتحفظي قرآن؟ شطورة والله يا زوز، شطورة. هو الناس خلي بالك هيحبوكي عشان انت بتساعدي ماما دلوقتي بتعملي البسلة. ماشي.